أحلى مذيع فرصة ودعوة إلى الجميع. أطفال ومواهب فرع المواهب، جرب أدائك يمكن مناسب. إما مذيع ولا مذيع، يبقى المشاهد حاكم وشاهد. بالإس إم إس يقدر يساعد، إما مذيع ولا مذيع. بالإس إم إس يقدر يساعد، إما مذيع ولا مذيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، اليوم سوف تشاهدون معنا تتويج برنامج أحلى مذيع ومذيعة الموسم الأول، فشاهدوا معنا. عندنا المشاركة الأولى يارا المساوى، نسمع لها أقوى تحية. عندنا أيضا المشاركة الثاني مازن جوهر، نسمع له أقوى تحية. عندنا المشاركة الثالث عبد الله مكاوي، وأقوى تحية. ما شاء الله. نقول لكل المشاركين ألف مبروك. طبعا النتائج معلنة ومعروفة مسبقا، هذه الليلة هي ليلة التتويج، ليلة الحصول على جوائزهم، ولكن الجوائز ليس أن نقدم السيارة ولا أن نقدم غرفة النوم ولا مجموعة من أدوات الكمبيوتر، إنما الجائزة الكبرى في هذه الليلة هي ألقاب الموسم، بطل الموسم الأول المركز الأول، بطل الموسم الثاني الموسم الأول أيضا المركز الثاني والمركز الثالث. إذن يكفي أنهم حققوا اللقب في أول سنة من القناة، فكما أن القناة لن تنسى في يوم اسم ألين جاري اللي حققت المركز الأول، نسمع لها تحية قوية. لن ينسى أو لن ينسى التاريخ يوما لألين أنها حققت المركز الأول في أحلى صوت طفولي، كما أنه لن ينسى ليارا لهذا اليوم أنها قد حققت المركز الأول في أحلى مذيع ومذيعة الموسم الأول. وأيضا لن ينسى التاريخ لمن حققوا المركز الثاني في برنامج أحلى صوت وأحلى مذيع ومذيعة. فمن كان معنا في أحلى صوت، إنها نجمة تألقت في الفرقة، أيضا إنها لارا جوهر، نسمع لها أقوى تحية. واليوم نجد أيضا مازن يريد ولن يتخلى عن المركز الثاني في هذه الليلة. كانت الحلقة الأخيرة صراع قوي جدا بين المركز الأول والمركز الثاني، فها هم قد حققوا الحلم ووصلوا إلى لحظات النهاية ونالوا حب الجمهور. وها نحن نصل إلى التتويج. في البداية المركز الأول يارا المساواة، وأقوى تحية نسمع لها. أقوى تحية، تفضل يارا على رقم واحد، تعالي هنا وطلعي رقم واحد بسرعة. المركز الثاني مازن جوهر، نسمع له أقوى تحية، تفضل يا مازن. المركز الثالث عبد الله مكاوي، تفضل يا عبد الله. ها هم يصلون إلى التتويج في هذه الليلة. طبعا هناك مميزات أضيفت إلى ألقاب الموسم،
بالنسبة للمركز الأول أحد أفراد أسرتها واختارت أن تكون درر لتكون عضوة في أطفال ومواهب مجانا. أيضا حيدخلون خاصة عبد الله ومازن تم افتتاح وإعادة هيكلة قسم القناديل الأولاد، وسوف يكونون في قسم الأولاد، وسوف تكون أول سفرية لهم في الأربعاء القادم الاثنين. راح يغادرون مع الفرقة إلى مدينة شقراء للمشاركة في برنامج أو مهرجان شقراء. نسمع لهم أقوى تحية. هذه طبعا مفاجأة، ما خاصة عبد الله ما يدري عنها. الآن يأتي إلى دور تسليم جائزة مع الجائزة الكبرى. مهاوي تسلم يارا، يلا يارا يمسك المفتاح كذا مع بعض للكاميرا. نسمع لها أقوى تحية. حناخذ جولة إلى السيارة مع فرقة أطفال ومواهب بعد قليل ومع الفائزين. أيضا السيارة الأخرى تذهب إلى المركز الثاني الذي صارع بقوة مع النجمة سلمى مصيري. تفضلي سلمى إلى مازن مع الهدية. صورة جماعية لو سمحتم، خليك ماسكة بيدك يا سلمى. حلو، ألف مبروك يا مازن. نبغى ابتسامة. أيوة حلو حلو حلو، ابتسامة حلوة. المركز الثالث مع النجمة عفاف البارقي. تفضلي يا عفاف. تحية لعبد الله، تحية قوية لعبد الله. طبعا حصل على غرفة نوم متكاملة مع كمبيوتر منزلي متكامل مع أدواته أيضا متكاملة. شكرا للجميع. ما شاء الله ما شاء الله على أجمل مساء. ما شاء الله ما شاء الله طول عرس محلى محلى الورد اكتسى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وين التحية؟ أبغى أسمع تحية قوية للجمهور اللي حاضرين عند السيارات. وين التحية؟ ما شاء الله ما شاء الله طول عرس محلى محلى الورد اكتسى. ما شاء الله ما شاء الله في أحلى ليلة فيها الهنا فيها السرور. يبارك فيها للي لبس أحلى الزهور. في أحلى ليلة فيها الهنا فيها السرور. يبارك فيها للي لبس أحلى الزهور. ما شاء الله على أجمل المساء. ما شاء الله ما شاء الله طول عرس محلى محلى الورد اكتسى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على أجمل المساء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على أجمل المساء. ما شاء الله ما شاء الله طول عرس محلى محلى الورد اكتسى. ما شاء الله ما شاء الله. غرفة نوم متكاملة مع كمبيوتر متكامل. عبد الله تفضل. ما شاء الله ما شاء الله على أجمل مساء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على أجمل مساء. ما شاء الله ما شاء الله طول عرس محلى محلى الورد اكتسى. ما شاء الله ما شاء الله أحلى ليلة فيها الهنا فيها السرور. يبارك فيها للي لبس أحلى الزهور. ما شاء الله ما شاء الله على أجمل مساء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عندنا أيضا يارا كما قلنا قدمت للبنوتات هدايا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على أجمل مساء. ما شاء الله ما شاء الله طول عرس محلى محلى الورد اكتسى. ما شاء الله 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 ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله على أجمل مساء. ما شاء الله ما شاء الله. حانت أطياف أيضا أهدت مبلغ نقدي لي مازن ومبلغ نبدي ليارا. ما شاء الله ما شاء الله في أحلى ليلة فيها الهنا فيها السرور.
احلى الزمان في احلى ليله فيها المنى فيها السرور نبارك فيها للي لبس احلى الزمان ما شاء الله ما شاء الله على اجمل مساء ما شاء الله ما شاء الله. هناك وردتان، واحده لمازن واحده ليارا، مهداة من شهد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ريمات ايضا اهدت وردتين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على اجمل مساء ما شاء الله. عندنا مسابقه قارئ القران الكريم، حصل على المركز الاول فاطمه خالد. ما شاء الله. عندنا ايضا مسابقه مدن ودول إسلامية، فهد مدحليل. تفضل الأستاذ أحمد الصفاق. يا جيم بوي. أحلى الورد اكتسم ما شاء الله ما شاء الله، في أحلى ليلة فيها الهنا فيها السرور، نبارك فيها للي لبس أحلى الزمان. في أحلى ليلة فيها الهنا فيها السرور، نبارك فيها للي لبس أحلى الزمان. عندنا هدايا لطاقم التصوير اليوم. تفضل استاذ سليمان، تفضل معانا سليمان الزوجان. استاذ احمد، استاذ ماجد جوهر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عندنا ايضا الاستاذ احمد الصباح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عندنا ايضا عبد العزيز جوهر، كم كان واقف معنا، وين عبد العزيز؟ ما شاء الله ما شاء الله على اجمل مساء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عندنا ايضا علي صيرم. ما شاء الله ما شاء الله، والعرس احلى احلى الورد ابتسم ما شاء الله ما شاء الله. احمد عاتي. في ايضا مبلغ نقدي من خالة يارا. ليارا تفضلي. ما شاء الله ما شاء الله على اجمل مساء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على اجمل مساء ما شاء الله. انا يارا فزت بالمركز الاول في برنامج احلى مذيع ومذيعة، وفزت بالمركز الأول. أشكر ماما وبابا وأشكر كل من صوت لي، كانت تجربة ممتعة، وأدعوكم للمشاركة في الموسم القادم. أنا مازن، فزت بالمركز الثاني الحلقة الأخيرة، وأشكر كل من صوت لي وأشكر بابا وماما. أدعوكم أن تشاركوا في الموسم القادم في أحلى مذيع ومذيعة. أنا عبد الله، حققت المركز الثالث في أحلى مذيع ومذيعة، كانت تجربة ممتعة لي، وأقول للباقي شاركوا في أحلى مذيع ومذيعة في الموسم الثاني. فرصة ودعوة فرصة ودعوة إلى الجميع، أطفال ومواهب ترعى المواهب، جرب أدائك يمكن مناسب، إما مذيعة ولا مذيع، يبقى المشاهد حاكم وشاهد، بالإس إم إس يقدر يساعد، إما مذيعة ولا مذيع، بالإس إم إس يقدر يساعد، إما مذيع ولا مذيع.